السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة مع بعض هنعمل ايس كريم، بس هنعمل المرة دي الايس كريم الباودر بتاع ماي واي. هنعمل مع بعض النهاردة ايس كريم الفانيليا وايس كريم المانجا. طبعا احنا عملنا قبل كده ايس كريم بس بالفواكه الطبيعية، المرة دي هناخد تجربة مع ايس كريم ماي واي. هنضيف له مكون بسيط جدا، هنضيف له الكريم شانتيه. هناخد، تعال نقول مع بعض المقادير بالظبط. 2.5 كوباية من اللبن المثلج هيكون محطينه في التلاجة قبلها بساعتين او بساعتين ونص، وهناخد باكو من الايس كريم بتاع ماي واي. هنعمل دلوقتي مع بعض ايس كريم الفانيليا منه، وبعد كده هنعمل بعدها الايس كريم المانجا، وهنضيف له 2 معلقة كبار من الكريم شانتيه. دلوقتي هنيجي في بولة هننزل اللبن بتاعنا، نزلنا اللبن كله، هنزل عليه بالكريم شانتيه، بيديله طعم حلو وقوام احلى. وهنفتح علبة الايس كريم بتاع ماي واي ده، هنجربه مع بعض ونشوف طعمه. ان شاء الله تكون تجربة كويسة وتكون تجربة ناجحة معانا. فضينا كده عبوة ماي واي، هنقلبها بس تقليبة بسيطة كده مع بعض علشان ما لما نضرب ما يعملش في وشنا. هنضربه حوالي 7 دقايق لحد ما نشوف الاول القوام بتاعه اللي احنا عايزينه، وبعد كده نبطل. هضربه وارجع اوريكم القوام المناسب اللي احنا هنبقى محتاجينه. ضربت الخليط كله مع بعضه واداني القوام ده زي ما احنا شايفين، تقيل جدا 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 وحلو، ان شاء الله يعجبكم. كمان طعمه جميل خالص، القوام بتاعه زي ما احنا شايفين تقيل. هنجيب علبة، اي علبة عندنا تدخل الفريزر، وهنفضي فيها القوام. انتي حابة تدخلي معاها اي حاجة، ممكن كنت حطيت كريم شانتيه بالشوكولاتة بدل الكريم شانتيه اللي احنا حطيناه بالسادة وضربناه معاها في العلبة كلها كده. ادي الايس كريم مدينا العلبة، هنقفلها كويس وهندخلها الفريزر، هتقعد 2 ساعة وهنطلعها نديها تقليبة عشان ما يبقاش فيها كتل من التلج واحنا بناكلها، وتبقى طعمها مش اللي احنا عايزينه او مش الطعم اللي احنا عايزينه. وهنرجعها الفريزر تاني بعدها تقعد كمان 2 ساعة وبعدين ناكله الايس كريم بألف هنا. هعمل دلوقتي معايا هنعمل ايس كريم المانجا برضو اللي احنا جايبينه من ماي واي، وهتبقى تجربة ان شاء الله ناجحة، وهنشوفهم مع بعض بعد ما يتلجوا ونقدمهم مع بعض. هنعمل دلوقتي مع بعض ايس كريم المانجا، هنزل برضو بـ2.5 كوباية من اللبن المثلج، هنزل عليه دلوقتي بايس كريم المانجا، وهنزل عليه برضو بـ2 معلقة الكريم شانتيه اللي احنا قلنا عليه. هنقلبهم برضو مع بعض كده الاول، وبعدين هنبدأ نضربهم كويس. هضربهم دلوقتي وهرجع اوريهم لكم تاني بعد ما نضربهم. ده الايس كريم مانجا، المفروض ان هو يبقى لونه برتقاني شوية بس هو لونه مش واضح، هو برتقاني فاتح خالص. ده القوام بتاعه برضو زي ما احنا شايفين بدأ يتقل خالص. هفضيه في العلبة اللي هندخلها الفريزر، حطيناه في العلبة هنقفلها. ده الايس كريم مانجا وهندخله الفريزر، اول ما يجمد ان شاء الله هنطلعه ونقدمه مع بعض، وان شاء الله يعجبكم.
زي ما احنا شايفين رجعنا تاني مع بعض بعد الايس كريم ما جمد. دلوقتي هنبدأ نعبي الكاسات بتاعتنا او الطبق بتاعتنا بالايس كريم. هنملى البولة زي ما احنا شايفين مدلك خالص، نقدمها مع اي فواكه عندنا او اي مكسرات او اي صوص شوكولاتة او فراولة. عبينا دي عندي شوكولاتة جامدة، هبشر عليها من فوق كده شوكولاتة. او اي فاكهة عندك او اي مكسرات. عبي واحدة من المانجا مع بعض. هنا كمان بولة جت لي سايز، استنى شوية في الفريزر. كمان عندي فواكه من بتاع التورتة، هنزل بيها خوخ وكريز. انا اخدت من بتاعه اخدت من بتاعه الفانيليا امبارح جزء، حطيت عليه شوكولاته. نبدا نعبي بوله كمان منه، ممكن محتاج يجمد شويه كمان بس انا طلعته على طول. حط معاه بوله من الفانيليا، زي ما احنا شايفين الايس كريم بتاعنا. هي تجربة ناجحة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. متنسوش تعملولنا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.